عندكم هموم وأحزان وكآبة وأمراض الدنيا كلها، وخاصة الناس المطلقين وحالتهم حالة بشكل عام، اللي عندهم مشاكل وهموم وأحزان بشكل عام، لازم إن إحنا نيجي البحر ونغير جو شوية. الواحد لو مرة واحدة في السهر، يعني الواحد يعمل له عملية يعني نسيان الهموم مع البحر. حتى كل الناس الكبار وكبار السن بيجوا هنا البحر في الإسكندرية بعد العصر، بيعملوا نظرة تأمل، كبار وأطفال اللي عندهم مشاكل وهموم، يعني جاوب صلاح قدام البحر حلو. اشتركوا في القناة وعملوا لايكات، وشكرا لكم.